واحد صاحبي الا يرسم عليها شرط سيجاره. نفس الكلام يوم الاربعاء
لابرعه ولا لابرعه، بس لغايه ما خلصها بعد كده هيمشي زي الراوند اللي فات ده يوم السبت، هو الكلينيكال والكلام ده. بس الاسبوع ده، بس الاسبوع ده هيمشي بالنظام ده لغايه ما نخلص الكلام. فرجع نطلع نرجع لجدول المعتاد يوم السبت هو الاكسترا والاثنين والاربع الاساسي. يلا دكتور نبتدي الشابتر النبل. في شباتر ما تفهمش الامراض غير لما تفهم الاناتو. من الشابتر اير مثلا، ما ينفعش افهم اير من غير ما افهم الاناتو، يعني ايه ميليس، يعني ايه انكاس، يعني ايه تلمانيك ممبرين، يعني ايه بارس بلاس، يعني ايه بارس تنس. ما ينفعش اشرح امراض من غير ما تبقى فاهم الاناتو. كذلك الشابتر الثروت، الشابتر الثروت من الشباتر اللي ما ينفعش تفهمها من غير ما تفهم الاناتومي. فحصة النهارده اناتومي اوف ثروت، وهناخد مرض مرض واحد بس، لان جزئيه الثروت جزئيه ما اهتموش بيها في سنه اولى وثانيه تدرس كانات، اهتموا لك بالابر لمب واللور لمب، لكن جم على منطقه السبيشال اورجانز منها مثلا العين والانف والاذن واللارنس، ما اهتموش بالاناتومي بتاعه خالص كده، يعني حاجه كده بسيطه. لكن انا النهارده ههتم بيه وهدرس تفاصيله كمان. ثروت، على فكره كلمه ثروت كلمه عامه قوي، انا ما بحبهاش. كلمه ثروت يعني ايه؟ انابيب كتيره، الفارنس جزء من الثروت، اللارنس جزء من الثروت، الاسوفيجس التراكيه جزء من الثروت. هو كلمه عامه عن انابيب مختلفه. طبعا انا النهارده ادرس لكم كمان الاناتومي اوف فارنس. عينك عليا عروسه كده وشوفي يعني ايه فارنس. هرسم رسمه مجمعه للفارنس. لو دي نوز هارد بلد سوفت بلد، في انت خرجت منه دخلت الله، هو تغريد ما جابتهاش ولا ايه؟ راحت تصورها، ربنا يجيبها بالسلامة. لو دي موز هارد بلد سوفت بلد، سكال بيز سفينويد ساينس بوستيريو فارنجيال وول، تحت الهارد بلد تنج، التنج عامل كده، الحتة دي بيسموها دورسم والحته دي بيسموها بيز. ده الدورسم اوف تانج وده التيب اوف تانج وده البيز. الحته اللي واقفه بالطول دي اسمها البيز اوف تانج. البيز اوف تانج الميوكوزا بتاعته تنزل 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 وتقوم طالعه تاني مبطنه غضروف من غضاريف الحنجره اللي اسمه اللارنس. الغضروف ده اسمه الابيجلوتس، كلنا عارفينه اللي هو واقف بالطول. فين الفارنس؟ على فكره اللارنس بينتهي عند اللور بوردر اوف سي 6 سيرفايكال فيرتيبرا. فين الفارنس يا دكتور؟ انت قلت عنوان حصتي النهارده هدرس الاناتومي اوف فارنس وجزء من امراض الفارنس. فين الفارنس؟ الفارنس انبوبه غريبه الشكل، انبوبه غير محدده المعالم. بص كده على السبوره، ليها بوستيريور وول واضحه لكن ملهاش انتيرير وول، انبوبه مفتوحه. يعني من اول السفينويد ساينس او السكال بيز لغايه اللور بوردر اوف سي 6 هظل السبيس. كل ده بيسموه فارنس، انبوبه غريبه ليها بوستيرير وول واضحه لكن ملهاش انتيرير وول. انتيرير للفارنس نوز، anterior للفارنج oral cavity، anterior للفارنج larynx. انبوبه غريبه ليها بوستير وول واضحه لكن مالهاش anterior وول. انت متعود اي انبوبه يعني ليها وولز واضحه وكامله، لا الفارنج مختلف. بيقسموا انبوبه الفارنج بايماجيناري لاينز الى ثلاث اجزاء. ايماجيناري لاينز يعني لاينز مش حقيقيه، مفيش باريرز ما بين الاجزاء.
بيقسموها بلاين عند ليفل الهارد بلد ولاين تاني عند ليفل الابيجلوتس. بيقسموها لثلاث اجزاء، واحد اثنين ثلاثة. الجزء اللي ورا النص ده يسموه نيزوفارينكس، والجزء اللي ورا الاورال كافيتي بيسموه اوروفارينكس، والجزء اللي ورا اللارينكس اسمه لارينجوفارينكس او اسمه المعتاد هايبوفارينكس. هايبوفارينكس اسم لارينجوفارينكس اسم يعني ما بنستخدموش احنا كدكاتره انف واذن كتير، بنستخدم بدل منه لفظ هايبوفارينكس. هناخد جزء جزء من الانبوبه بتاعت الفارينكس ونتكلم عليه. اول حاجه نيزوفارينكس، هكبر الصوره، ادي نوز هارد بلد سوفت بلد، سكال بيز سفينويد ساينس بوستير فارينجال وود. النيزوفارينكس بيبتدي فوق عند السكال بيز وينتهي تحت عند ليفل البلد. هارد ولا سوفت؟ هارد. ليه؟ ما اقدرش اعتبر اناتوميكال لاند مارك حاجه بتتحرك. السوفت بلد بيتحرك، فلو اعتبرته هو اللاند مارك بتاع النيزوفارينكس طب ما كده ولا كده، فلازم اعتمد على حاجه ما بتتحركش عشان احط ليفل، فبينتهي عند ليفل البلد وفوق عند ليفل السكال بيز. فوق النيزوفارينكس سفينويد ساينس، ادي واحد. بتويتر جلاند، ادي اثنين. اوبتيك كيازما، ثلاثة. سبعة من ال 12 كرينيال نيرفز، أربعة. ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة عشر 11. يبقى فوق النيزوفارينكس أربع حاجات والأربعة مصيبة. سفينويد ساينس مش مهمة. بتويتر جلاند، الله. اوبتيك كيازما فوق النيزوفارينكس، الله. وسبعة من ال 12 كرينيال نيرفز، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لا سبعة انا خدتني الحمقك ده. 3 و 4 و 5 و 6 3 4 5 6 ادي 4 و 9 و 10 و 11 ادي 7. ليه انا مهتم بالنقطه دي قوي والريليشنز قوي؟ لان الحصه الجايه عندي حصه زباله اسمها حصه التيومرز، وما يميز التيومرز السبريد. فانا لو اقول لك النيزوفارينجال كارسينوما لو راحت لفوق لازم نعرف ايه اللي فوق. طب تحت النيزوفارينكس ايه؟ اوروفارينكس. ورا النيزوفارينكس ايه؟ سيرفايكال فيرتبرا 1. طب وقدام النيزوفارينكس ايه؟ نوز. فاضل لي ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ بص يلا على الرسمه دي، خلي بالك انا راسم وش وقفا لاترال فيو. ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ بص اللي ده عروس. ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ ما ينفعش اشك على الصوره دي، لازم ناخد كات. هيبان نوز وراها نيزوفارينكس وراها فيرتبرا. ادي النوز فيها سته، وراها نيزوفارينكس وراها فيرتبرا. على جناب النوز ماكسيلاري ساينس. مش مصدقني بص لوشك يا برنس. نوز ماكسيلاري. طيب ورا النوز نيزوفارينكس. ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ فتحتين يا برنس، فتحتين يا برنس. فتحه اسمها تيرجو بلاتاين فوسطا، وفتحه اسمها الاستيكيان تيوب. فتحه اسمها تيرجو بلاتاين فوسطا، وفتحه اسمها الاستيكيان تيوب. واسال سؤال جايزته سميطه. اسال سؤال جايزته ايه؟ ده فودافون بعت لي رساله. معايا برنس، عايز حد فيكم ملزق يقول لي ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ ملزق لو عادي ما يقولش. ايه اللي على جناب النيزوفارينكس؟ استيكيان تيوب وتيرجو بلاتاين فوسا. طب الطرف الثاني للاستيكيان تيوب فتح على ايه؟ جزء فتح النيزوفارينكس وفي تيوب كده فتح على الناحيه الثانيه فين؟ ميدل ايه. طيب بنفس الشكل التيرجو بلاتاين فوسا فتحه من ناحيه على النيزوفارينكس، طب والناحيه الثانيه فتحه على ايه؟
فاهم السؤال يا فريند؟ ذاك يا ألف. انت خاسس كده ليه يا دكتور؟ لا لا فندم اللي ورا ده. ايوه انا قاعد منطلون انا، الناس عماله تسلم على بعض. يا ده سباع رضي الله عنه. جو. اي جو. سباع. انت حب يا معلم ولا حد. انا وصلت للمرحلة يالا ان انا مش طايق الستات وهشتغل نجار. يلا نعيد تاني الحتة دي معايا. برنس برنس خليني انا واقف منطلون في القعدة. ما انا مش عايز اقول في ايه، مش واقف اصغر شوية من البنطلون انتوا عارفين انا بس لساني لوحده زفر خلقة، فمش عارفين زفر اكتر من كده. في بنات قاعدين عندهم يسيبوا القاعة ويمشوا. بص في ناس لما تيجي تشرب تطلع حواجبهم. هنستحي امها معاه دكتور كله يبص عشان الناس اللي لسه جايه. خليك معايا انا بشرح دلوقتي حاجه اسمها النيزوفاريك. ليه؟ لما برسم نوز هارد بلد سوفت بلد، المنطقه اللي ورا النوز دي اسمها النيزوفاريكس. خدتها على جنب وقلت النيزوفاريكس بيبتدي فوق من السكال بيز وينتهي تحت عند ليبل البلد. يا دكتور عينك عليا. فوق النيزوفارينكس اربع حاجات تحفظهم زي اسم. فوق النيزوفارينكس السفينويد ساينس والبيتوتري جلاند والاوبتيك كياسما وسبع كرينيال نيرفز من ال11 3 و4 و5 و6 و9 و10 و11. تحت النيزوفارينكس اوروفارينكس. بص للرسمه المجمعه. تحت النيزوفارينكس اوروفارينكس، قدام النيزوفارينكس نوز، ورا النيزوفارينكس برتبرا رقم 1. طب ايه اللي على جنب النيزوفارينكس؟ هي دي المعلومه اللي انا كنت واقف عندها. لو خدت مقطع هتلاقي نوز وراه نيزوفارينكس وراه برتبرا. ادي النوز ادي النيزوفارينكس ادي البرتبرا. وكنت بسال ايه اللي على جنب النيزوفارينكس؟ على جنب النيزوفارينكس فتحتين، فتحه اسمها تيربو بلاتاين فوصة وفتحه اسمها الاستيكيان تيوب. وكان السؤال اللي انتهينا بيه اذا كانت الاوستيكيان تيوب فاتحه في ناحيه من ناحيتها على النيزوفارينكس، طب والناحيه الثانيه فاتحه على ايه؟ الشباب قالوا لي فاتحه على الميدل ايه. فالسؤال الثاني التربو بلاتاين فوستا فاتحه من ناحيه على النيزوفارينكس، طب ومن الناحيه الثانيه فاتحه على ايه؟ الفوستا في ايه؟ فوستا في ريكتب مثلا. اسمها ايه الفوستا دي؟ الانفرا تمبرال. اكسلنت. بص يا دكتور لو تخيلت هنا بقى الزيجوماتيك ارش. يهبل يهبل. اما تحتار من حاجه بص بجسمك. تاني مثلا ما هو المجزلري ساينس اللي ماسك براه هنا، فاكرين الزيجوماتيك ارش؟ الفصه اللي تحت الزيجوماتيك ارش لو دخلت صباعي كده تبقى فيها اسمها الانفرا تمبرال فصه. اذا تربو بلاتاين فصه فاتحه من ناحيه عن النيزوفارينكس ومن ناحيه ثانيه عن الانفرا تمبرال فصه. ايه محتويات النيزوفارينكس؟ ثلاث حاجات وهم الثلاثه لينفويد اجريجيتس. مجموعه لينفويد اجريجيتس في الميد لاين ومجموعتين لاترال حوالين فتحه الاوستيكيان تيوب يمين وشمال. وعلى فكره اللينفويد اجريجيتس دي عشان اللي ما بيفهمش صب ميوكوزا ليملزه. صب ميوكوزا ليملزه لا انت فاكرهم كده بارزين جوه اليومن. لا صب ميكوزا وعاملين بلش. الليمفويد اجريجيتس دي اسمها اللي في السنتر اسمها نيزو فارنجيال تونسل، واللي على الجنبين اللي حوالين فتحه الاستيكيان تيوب اسمهم تيوبال تونسل. وقبل ما اخلص الحته دي عايز اوضح ايه الفرق ما بين كلمه تونسل وليمف نود. التونسل ليمفويد اجريجيتس والليمف نود ليمفويد اجريجيتس. ايه الفرق؟ التونسل
ملهاش كبسول. الليمف نود ليها فايبرس تيشو كبسول، ده أول فرق. الفرق الثاني، التونسل يا شباب صب ميكوزا على طول، بص كده تحت الميكوزا على طول، فمش محتاجة افرنت ليمفاتيك يجيب لها انفكشن، ده هي موجودة جوه البلاع، موجودة جوه الليومن، فبتاخد الانفكشن دايركت من الليومن، عشان كده ملهاش افرنت ليمفاتيك. لكن ليها افرنت ليمفاتيك ياخد منها الانفكشن لانذر جروب اوف ليمفويد تيشو، لو اتغلبت تنقل لاذر جروب اوف. لكن الليمف نود يا شاب انت، وهو الليمف نود از اديب استراكشر، عمرك صعب جدا تلاقي ليمف نود سطحيه تحت الميكوزا، وبالتالي ده ديب استراكشر، فمحتاجه افرنت تجيب لها الانفكشن وافرنت ياخد منها الانفكشن لانذر جروب. فالليمف نود ليها افرنت وافرنت، لكن التونس ليها افرنت بس. نروح للبروفات. ازيك يا مرسي؟ انت جاي من الرحله بقى؟ شال انت جزمه كبيره يا عم وباشا. بابا حطك فلوس. والله انا عارف ايه نسكافيه اللي عاملينه. ايه تخمين؟ ده ناقصين يعملوا لي كوبايه لبان دكر. عارفين لبان الدكر ده بيعملوا لي الكحه. الناس الفلح والله يحرق، الله يحرق كل اللي انتخب الاخوان ندعي معايا، الله يحرق. يا دكتور ده ايه؟ يا اخي انت فاكر مطرش ده دكتور انف واذن؟ والله العظيم ما سكت يا ابني انت وهو، يالا لما لبسك مصيبه. اقوم مازق ام البتاع ده وجاري على بره وذئاب ذئاب ذئاب ومرمي نوم عليا. حركات بتاعت الناس اياها. معاه دكتور. خلصنا؟ يا عم اينشتاين في ايه؟ باصص للسقف ايه؟ اصل جزيئاته متقاربه ما بينهم بوند. الرضا بوند. بص يا دكتور، خلصنا الكلام عن النيزوفارنكس، ننزل للاوروفارنكس. الاوروفارنكس لو ده بلد هارد بلد سوفت بلد، وده طنج ورا الطنج ايبيجلوتس ولارنس وهايبوفارنس وادي البوستير فارنجل. انا لا ناقل الصوره دي بس، الحته دي بس نقلتها هنا عشان اكبرها. الاورفارنس بيبتدي عند ليفل الهارد بلد ويخلص عند ليفل الايبيجلوتس. عايز اسال حد من اخواننا العباقره، قول لي يا بنت هل ده بدايته بدايه كويسه؟ الهارد بلد از افكسد بوينت اقدر اقيس منها، فبقول بيبتدي عند الهارد بلد افكسد بوينت، انما بينتهي عند ليفل الابيجلوتس. هل الابيجلوتس ده اورجان ثابت ولا بيتحرك؟ عشان كده في بعض الناس ترفض انه تقسمه من الهارد بلد لغايه الابيجلوتس، تقول لك ايه؟ لغايه الهايويد بول، على اساس ان الهايويد عظمه فاقدر اقيس من عندها. ده او ده الاثنين صح. ما الابيجلوتس عند ليفل الهاي. معايا برنس؟ طيب فوقيك نيزوفارنكس، تحتيك عينك على الحته دي بقى احسن من غير فشل. تحت الاوروفارنكس لارنكس وهايبوفارنكس. اسمع يا دكتور وشوف. الاوروفارنكس عامل زي حجر البنطلون، لما بينزل تحت بيتقسم لرجلين. الاوروفارنكس قد اللارنكس والهايبوفارنكس مع بعض، فلما بينزل تحت بيبقوا اثنين. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من اول الليفل ده ابتدت تبقى انبوبه هواء وانبوبه اكل. اللارنكس هو انبوبه هواء متخصصه
والهايبوفارينكس هي انبوبه اكل متخصصه وهي بدايه الجي اي تي. ناس قبل الهستولوجي كنت بتقول له الجي اي تي بادئ منين، يقول لك ايه من الاوسوفيك. لا، في حته قبل الاوسوفيك اسمها هايبوفارينكس. بدايه الجي اي تي هايبوفارينكس ثم اوسوفيك، وبدايه الاير واي لارينكس ثم تراكيه. ايه اللي ورا الاوروفارينكس؟ سوفاج. ايه اللي ورا الاوروفارينكس؟ سي 2 سي 3. سي 2 سي 3. طب وايه اللي قدام الاوروفارينكس؟ اورال كافيتي وتنج. طب ايه اللي فوق النيزوفارينكس؟ اللي فوق الاوروفارينكس نيزوفارينكس. طب وايه اللي تحت الاوروفارينكس؟ لارينكس وهايبوفارينكس. طب ايه اللي على جناب الاوروفارينكس؟ اقدر اتخيل على الرسمه دي؟ يبقى على جنبها كده، لان الرسمه دي لاترال فيو، كاني واقف كده وبشرحها على كده، فاللاترال وولف اوروفارينكس هيبقى كده، فما ينفعش اشرحها، لازم انا اجيب لك مقطع. هبص لك بصه انتروبوستيريور عشان اعرف ايه اللي على اللاترال. عين وعين، مناخير وبق، فاهم يعني؟ باصص على الوش. هلاقي البلد عامل كده، السوفت بلد ونازل تحت عامل اليوفل. اهي السوفت بلد اهو واليوفل وتحت الطنج. كاني باصص في الشباك ما بين البلد والطنج عشان اشوف ايه ده. هبص الاقي على اللاترال وولز اوف اوروفارينكس حاجه معرجه كده برضه، لينفويد اجريجيتس يمين وشمال، واسمها البلاتاين تونسل. بلاتاين تونسل يمين وشمال، وهي دي اشهر تونسل يا جماعه، لان احنا لغايه دلوقتي واخدين خمسه تونسل، خدنا النيزوفارينجيال والتيوبل، بس اشهر كلمه تونسل هي البلاتاين. لما واحد يقول لك انا جات لي اللوز، اللوز المقصود بها التهاب في البلاتاين تونسل. هتكلم كلمتين عن البلاتاين تونسل لان هي دي اهم اورجان في برانش الانف والاذن، بياكلهم عيش. عمليه اللوز، اللوز انا عامل لوز، اللوز تعال نشوف حكايه اللوز دي، واللوز دي شكلها عامل ازاي يا برنس. اللوز عباره عن تجمعات من الليمفويد تيشو متغطيه من بره بميكوزا. الميكوزا دي تلاحظوا انها معرجه مش ستريت. ليه معرجه؟ عشان سببين، تزود مساحه السيرفس اريا، ونمره اتنين التعريب دي على فكره اسمها كريبتس. كريبتس حفر. التعريب دي عامله زي المعمل، تاخد عينات من الاكل والهواء والحاجات دي تحبسها جوه الحفره وتنتج ضدها انتي بوديز. فالاكل مثلا هو نازل لبقك، جزء منه يتحوش هنا. ساعات في دكتور يلا طالب عندي مسك اخواته بيبص يلا على اللوز بتاعتهم لقى فيها نقط بيض، عمل عليهم بقى ايه؟ بديع الزمان الهمزاني. قام جايب ابوه وقال له ولادك كلهم عندهم اللوز وهيجي لهم حمى روماتيزميه الحمى. الراجل اتخض على اولاده قال بص ولادك كلهم هيجي لهم القلب بكره، من نوع المخدود على طول. خدوهم وجابوهم لي يا برنس، ببص لقيت دي عينات الاكل اللي متحوشه جوه الكريبت. فقلت له هذا انت خدته على جنب عشان ما تضحوش قدام العين. قلت له انت حد فيهم زوره بيوجعه؟ قال لي لا. قلت له امال قلت ليه التهاب صديدي؟ قال لي مش لقط بيض على التونسل. قلت له يا جحش، بس بصوت عالي بقى انا يا جحش، انت ما تعرفش ان الحفر دي بتاخد عينات من الاكل والحاجات دي وتعمل ضدها انتي بودز. التعريف دي اسمها كريبتس. بصوا كده قرب الاذر بول في ديب كريبت، تحس انه كريبت عميق، فيسموه كريبتا ماجنا. كريبتا ماجنا، ماجنا يعني كبير. طيب ايه اللي لاترال التونسل؟ بص على زورك وقول لي، عشان لو انا قلتها العيال يلا بتستغرب. بص كده لوزي عينك عليها برنس، افتح بقي الاقيهم على الجنب. طب ايه اللي لاترال لهم؟
بصوا كده لاترال خالص الاسترنو ماستويد هو يلا اللي هو ذكاه والاسترنو ماستويد اهي. طيب ما بين الاسترنو ماستويد والتونسيل في عضله كمان صغيره اسمها سوبير كونستريكتور. سوبير كونستريكتور اوف فارينكس دول اللي لاترال التونسيل. ما دام في عضلتين يبقى في تو سبيسز. بص كده سبيس ما بين السوبير كونستريكتور والتونسيل اسمه بيري تونسيلر سبيس وده مليان لوس اريولار تيشو. وسبيس تاني ما بين السوبير كونستريكتور والاسترنوماستويد اسمه بارا فارنجيال سبيس والسبيس ده موجود فيه الكاروتي تشيز. مستغرب ليه يهبل؟ مستغرب ليه يهبل؟ ما انت تحت الاسترنوماستويد على اليمين والشمال فيه الكاروتي تشيز طالع لغايه ما يخش السكال بيس فهو لاترال للدونسل. افتكر مره جراح انف واذن نسي المعلومه دي. كنت بشتغل زمان في حته جزء من باريس جوه مصر بجد شبرا الخيمه. كنت بشتغل زمان في شبرا الخيمه ايام ما كنت نايم. كان مستوصف كده صاحب المستوصف ابنه يبقى دفعتي بس اتخصص مش انف واذن. كانوا بيجمعوا لي كده بتاع ايه 15 لوز في الاسبوع اروح اعملها لهم واقبض. مش رايح عشان سواد عينهم انا مادي طول عمري. المهم يلا خلصت شغلي وقعد اهزر مع صاحب المستوصف وكده هو دكتور بقى ونعمل ونسوي مش عارف ايه ونضحك. لقيتهم جم ندهوا له قالوا له عاوزينك في اوضه العمليات. الراجل بتاع مسالك اصلا بس تعب جوزي. فدخل غاب 5 دقايق قعدت افكر طب اعمل ايه النهارده؟ اكل سريع يعني الحكايه بس عشان تبقى محبش. طب اعمل ايه؟ انت بتفتكر اخش السينما ولا اروح بس انام؟ بسليك. المهم خرج قال لي نبع محمد تعالى اخش اوضه العمليات كده شوف ايه اللي بيحصل جوه. قلت له ايه في؟ قال لي في دكتور بس انا ما اعرفوش يعني. قال لي في دكتور جوه بيشتغل حاله لوز والدنيا زايطه معاه جوه وفي بليدنج جامد. اخش بس بص لي بصه للطفل يموت في ايديه ويقفل لنا المستوصف كله. عارف المناطق الشعبيه اذا عيل مات جوه مستوصف هيهدوا المستوصف. قال لي اخش اشوف ايه اللي بيحصل. دخلت يا برنس اشوف لقيت الدكتور عامل الاتي شايل اللوز مالك على الرسمه دي شال اللوز. فاللي هو شايفه ايه بقى؟ السوبر كونستريكت هي بيسموا السوبر كونستريكتور البيض اللي نايم على اللوز. كمان من كتر تهبيشه بالادوات الجراحيه خرم مين؟ السوبر كونستريكت شيت من العضلات الرؤية جدا. لا تفتكروا ان هو تخن كده ده يا رعبه جاموسه ده شيت عضلات خفيف جدا خرم. وبيقول لي ده في نزيف جاي من هنا وانا عايز اربط. قلت له تربط مني يا ابن العبيطه ده الكاروت تعالى لي على جنب كده تربط مني يا ابن. بعد ما تشيل اللوز في شيط عضله خفيف كده اسمه السوبر كونستريكتور لاترال ليك الكاروت دي ابرينس. فهو عايز بقى يمسك الكاروت ويقوم رابطه. الواد يجي له هيم بليجيا قبل ما يقوم على الترابيزه. قلت له تعالى يا ابرينس تربط مين؟ انت تعرف ان لاترال التونسل؟ قال لي ثانيه واحده كده انا فجاه يعني قال لي اليوريكا هو ما عندك حق. ما هو اسمه الريكارنت يوريكا بيطلع من الكلام. طب حاسب تربط بقى لاحسن ايه يجي لك يوري. لا حاجه بيضه كده بس هو نادولي بقى القصه مش كده بصراحه انا محبش. هو القصه ايه النادولي بيقولوا لي ايه؟ الحق يا دكتور ده هو شال اللوز وعنده نزيف جامد. فلقيته عايز يربط لاترال للوز فلقيت حاجه بيضه كده واقفه وعماله بتعمل كده. قلت له ايه ده اللي بيعمل بالس كده ولاترال للتوز؟ والله ما عارف والله ما عارف فاكرها اي كلام كده. تعالى تهبشها بابره ولا بتاع. طبعا لما دخلت هنا ممنوع تلمس الحته دي نهائي. عملت حركه كده بقوم جايب كره شاش حطيتها على مكان النزيف ومخيط عليه. في العلاقه كره الشاش تضغط اللي هي الطريقه القديمه لتوقيف النزيف. انت لما بتتجرح بتعمل ايه؟ بطل. حطيت حاجه وقفلت. طيب
شفت بقى ايه اللي لاترال للتونسل والتونسل ليه معرجه وايه المعامل اللي موجوده على الوول بتاعه التونسل دي والتونسل من جواه ايه. فاضل لي كلمتين بس عن التونسل عشان نبقى خلصناها تماما. ايه الارتيريال سبلاي للتونسل؟ الارتيريال سبلاي للبلاقين تونسل 5 ارتر. احفظ معايا تونسل تونسلر ارتر ده برانش من الفيشل ascending و descending بلاتاين ادي ثلاثة تونسل تونسلر expected و ascending بلاتاين و descending بلاتاين ادي ثلاثة و ascending pharyngeal ادي اربعة و dorsalis lingui اللي هو الارتر بتاع التنج يلا هيدي التونسل ما التونسل كان بالتنج على طول ادي خمسة. ولو سألك سؤال ام اس كيو ما هو اهم ارتر من اللوز تونسلر خمسة ادي الاوروفاريس. يبقى انا خلصت من شويه النيزوفاريس عبرنس خلصت من شويه النيزوفاريس وخدنا الاوروفاريس وعرفنا ايه اللي لاترال للاوروفاريس بلاتاين تونسل. هننزل لحته غبيه شويه الهايبوفاريس عينك عليها صباج. انا خلصت النيزوفاريس يا ابني بص لها الله يحرقك ويحرقها. انا درست النيزوفارينكس والاوروفارينكس نازل للهايبوفارينكس. الهايبوفارينكس بيبتدي عند ليفل الابيجلوتس ويخلص عند اللور بوردر اوف سي 6. بيبتدي عند ليفل الابيجلوتس ويخلص عند اللور بوردر اوف سي 6. المنطقه دي المتظلله باللون الاحمر دي هي دي الهايبوفارينكس. خلي بالك بقى من حاجه عينك عليها عسكر اذا انا هكبر الصوره دي بقى. ادي اللارينكس وقدامه الابيجلوتس وادي اللارينكس المفروض ارسم وراه الهايبوفارينكس. لا مش وراه وبس يا برينس ده وراه وعلى جنابه. يعني انا راسم هنا بصوا كده راسم الهايبوفارينكس ورا اللارينكس بس لا غلط هو وراه وعلى جنابه. عايز ترسمه صح ارسمه كده حتى بص انا اوتوماتيك وانا برسمه رسمت اوريدي وراه وعلى جنبه. اذا الهايبوفارينكس ورا اللارنكس وعلى على فكره انا قلت من شويه الهايبوفارينكس انبوبه الاكل بدايه الجي اي تي واللارنكس بدايه الاير واي. اذا لو خدت مقطع هنا تلاقي اللارنكس انبوبه ضيقه لكن الهايبوفارينكس وراها وعلى جنبها ماشي في الوسط ما بينهم التو ريكارنت لارنجال نيرفز ده بيدوا الفوكال فولد. النقطة الثانية يا دكتور طب جزء الهايبوفارنكس اللي ورا اللارنكس الجزء اللي في السنتر ده يسموه بوست كريكويد اريا والحتة اللي على جناب اللارنكس دي برضه جزء من الهايبوفارنكس اسمها بايري فورم فوسا. بايري فورم فوسا مين يقول لي بس يكون لزج اللي هيجاوب السؤال ده يكون لزج مين يقول لي اللارنكس بيكمل تحت ايه؟ هنا الكنب؟ يعني مش فاهم لغاية دلوقتي في طالب في سنة رابعة مش عارف تحت اللارنسي تراكيا يا برنس تراكيا. طب والهايبوفارينكس بيكمل تحت ايه؟ صوت. هقول معلومة بقى هنا يبقى الهايبوفارينكس بيكمل تحت ايه؟ لو رسمت لك عين وعين مناخير وبق يبقى انا باصص فرانت فيو وادي رقبة الشخص يبقى الهايبوفارينكس بيكمل تحت ايه؟ اوسوفيكس. خلي بالك الهايبوفارينكس اوسع من الاوسوفيكس. تمام؟ الهايبوفارينكس اوسع من الاوسوفيكس، طب ازاي الواسع هيدي ضيق؟ بيديه بالشكل ده كده. عشان كده التو لاترال انس دول بلايند من تحت. عشان كده البايريفورم فوسا اللي على جناب اللارنكس دي مقفوله من تحت. واللي بيكمل اوسوفيجاس هي البوست كريكويد كارسينوما سوري البوست كريكويد اريا هي اللي بتكمل تحت اوسوفيجاس. لو تخيلت جسمي ده لارنكس لو تخيلت ان جسمي ده لارنكس هتلاقي ورايا وعلى جنابي هايبوفارينكس. لو دخلت بمنظار في الحتت اللي على الجناب دي هتلاقيها مقفوله من تحت. عايز تكمل اوسوفيجاس لازم تخش ورا اللارنكس في البوست كريكويد اريا عشان تكمل تحت اوسوفيجاس.
كلام مفهوم؟ عشان كده بتسموا ايه؟ فصة. فصة مش بس. عايز اسأل بناء على هذا المفهوم العلم المعملي الفلز. اسألك سؤال. لو طلع تيومر مالجنز في البوست كريكويد، لو طلع تيومر مالجنز في البوست كريكويد اريا وفي البايريكورم فوس، مين اللي يدي اعراض باتة في اللي تتوقعه ولا عكسه؟ قول قول انت هي توقعت بايريفورم يعني عشان انت طلعت بوست الدكتور طلعت اجابه صحيحه. اما اسالها اقول لها ليه هتجاوبها بايريفورم؟ لان هي مقتنعه بايريفورم. اقول لك ليه يا عروس؟ لان البوست كريكويد هي الباسج اوف فود، فلو حصل فيها ورم يوقف الاكل، لكن البايريفورم فص ما كده كده مقفوله من تحت، حتى لو فيها ورم ما هي مقفوله مقفوله. مفهوم الكلام؟ عشان كده يسموا ورم البايريفورم فص هيومن ورم سايلنت، يعني والله ربنا يديكم الصحه يعني ما صوتش افول يعني، لكن والله ممكن واحد في الاوضه دول يكون عنده بايريفورم فص هيومن دلوقتي هو مش عارف، مش مدي اعراض. صاحب منكم انا ما كنتش سرت نفسي. انا مش لو استسلمت للهواجس دي يا دكتور مش هتخلص. احنا هنا كمصريين عايشين في طبق بليله. معايا ايه؟ مصريين يعملوا له والله ورق جواز. معايا برنس؟ عرفت يعني ايه بايريفورم فص؟ عرفت يعني ايه بوست كريكويد؟ طب ايه البايريفورم وايه البوست كريكويد؟ قولي لي انت يا عم. ايه البايريفورم والبوست كريكويد دول؟ البايريفورم والبوست كريكويد ار جزء اجزاء من الهايبرفايز. جزئين على الكم وجزء وسط. ورا اللابس يعني مش ورا ورا. طيب فهمت يعني ايه؟ ميزوفارينكس، اوروفارينكس، هايبوفارينكس بأجزائهم. نخش في حاجة كده عسر، معلومتين عسر، فاضل ثلاث معلومات ونخلص الأناتومي. أول معلومة فيهم بتقول لك إيه البلداير رينج أوف لينفاتيك. ساعات تلاقيها على الأيفون، وساعات تلاقيها في الإتش بي سي، وساعات تلاقيها في السامسونج. البلداير رينج أوف لينفاتيك. عروس؟ هو ده وقت عروسة نقعد نلعب في الموبايل وانا بشرح حتة ضرورية زي كده؟ يمين بالله اللي هيعمل حركات مدي لا داعي عليه بالجواز. عشان لما ده أكبر عقاب للي زيه. أنت لما تتجوز تتعلم الأدب زي حالاتك. أنا كان ربنا مسلط عليا ستين. مراتي وبنتي. ستتين تخيل؟ أنا اللي مش طايق الستات ربنا سلط عليا اتنين. وأخيرا سلط عليا التالت اللي يعني جايب الدوج اللي أنا مربيه. رجع أول امبارح الساعة واحدة بالليل طبيعة شغل. رجع لقيته لي عامل إيه بقى؟ فك من السلسلة الجنزيري ابن المجنونة ومسك المخدات يلا اللي بيحطوها البيوت الشيك اللي زي ده حاطين مخدات كده ريش على الارض مسكها فككها. انت عارف الاحلام يلا اللي بتيجي في الافلام العاطفيه ريش طاير في الهواء وريش على الارض. والله داخل من باب الشقه ولقيت لك الدنيا وردي وكاني داخل على عش الحور. نزع المخدات والريش طاير في الهواء وارضيه الشقه مفيش ملي مفهوش ريش الا بقى مشي دلوقتي يا جماعه مشي ده اول غلطه يعملها في حياته. على اساس وعده صالح دماغ الستات عن ايه حتى دماغها بدماغ كامل احسن من ما تخلوش مجلس الشعب ما عدا الست اللي اسمها نهى. لا
انا كان نفسي كده انت مش هي الزمالك والله الزمالك تشرف في شيء هذا تشرف ده ريند اوف لمفاتيكلي بص كده بما ان منطقه الفانكس هي منطقه دخول الاكل والهواء فربنا سبحانه وتعالى حافظ المنطقه دي او حاطط لها خط الدفاع الاول للمناعه وهي مجموعه الليمفاتيشن اللي انا جبت سيرتها كذا مره النهارده في الصلاه لو ده سوفت بلك واليوبلا ادي سوفت بلك واليوبلا وادي الطنج تحت انا بس في الشباك ما بين البلد والطنج يبقى ده اوروفارينكس وده نيزوفارينكس اللي فوق دي نيزوفارينكس في النيزوفارينكس ثلاثه جروبس اوف لينفويد اجريجيتس سميناهم قبل كده نيزوفارينجال تونسل في الوسط وترو تيوبال تونسل على الجنب ده في النيزوفارينكس طب في الاوروفارينكس لسه مخلصين البلاتاين تونسلز يمين وشمال ادي بقى خمسه خمسه ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. تو بلاتاين تونسل ادي خمسه وفي السبستانس اوف تانج اتسيلف تحت الميكوزا في تو لينجوال تونسل بيبقوا المجموع سبعه عاملين رينج بالطول يلا اسمها بلاتاين رينج اوف لينفاتكس. بلاتاين بتتكتب كده. بلاتاين رينج اوف لينفاتكس. بص يا دكتور الرينج دي مش واقفه بالعرض كده يهدى واقفه كده بالطول نصها في النيزوفارنس ونصها في الاوروفارنس عشان بقى لو دخل هواء ملوث او دخل اي حاجه اكل دي التونسلز بتاخد عينات وتنتج انتي بوديز وانا عايز اسال حد من اخواننا بقى الدكاتره الشطار الولاد تقدر تقول لي انت محتاج التونسلز خط الدفاع الاول ده او اللوكال ليمفويد تيشو محتاجه وانت صغير ولا وانت كبير؟ وانا صغير. وانا صغير. عشان كده لو سالت باباك ومامتك يقول لك ده انت لوزك كان بتلتهب كتير جدا وانت صغير. يعني ايه تلتهب تاخد عينات وتعمل انتي بوديز؟ ما هو الانتي ما هو الالتهاب؟ خناق. خناق فكانت تاخد وتعمل تاخد وتعمل. دلوقتي انت بيجي لك مره او مرتين في السنه بكتير وتنصل ليه؟ مين خط الدفاع الاول بقى عندك دلوقتي؟ البلاد. وانت صغير خط الدفاع الاول اللوكال لينفويد تيشو وانت كبير في سنك ده خط الدفاع الاول البلاد والحاجات اللي انتوا عارفينها بقى الميموري سيلز اللي انت طلعتها زمان دلوقتي اي بكتيريا تخش انت عارفها توت توت يا رب اللي يتكلم منين بس عشان تحضر اجي اول معلومه في الثلاثه اللي فاضلين تاني معلومة عايز اخد مقطع في الاوروفارنس عشان اشوف ايه اللي لازم للتونسل وده خدامي شوية فاكرين؟ بيرتونسيلا سوبيرتونستريكتور بارافالنجل كاروتيد تشيز فاكرين الحكاية ده الراجل اللي راح هناك وكان عاوز يربط الكاروتيد فاكرين الكلام ده بس انا هقسمه بالدقة عشان لو خدت مقطع في زورك كده يلا بص عينك على ايديا هتلاقي فارنس بص لايديا ورا منه فيرتيبرا ادي برينس ادي فارينكس وادي ورا منه فيرتيب لاترال فارينكس بلاتاين تونسل سوبير كونستريكتور فاكر يا ده ملزق واسترنو ماستويد وفي تو سبيسز فيري تونسيلر سبيس في لوس ارينال تيشو وبارا فارينجال سبيس في كاروتيد شيز قلت لك كاروتيد قلت لنا الجملة 9 10 11 12 سيمباثيك تشين ولينف ده ايه اللاترال للتونس طب ايه اللي ورا الفارنس ما بين الفارنس والفرتبرا في اثنين فاشيا 1 2 اسمهم ايه؟ باكو فارنجيال فاشيا وبري فرتبرال فاشيا على فكره التو فاشياز ماسكين في بعض في الميد لاين في الميد لاين كده ميديال راف ماسكهم في بعض ما دام في اثنين فاشيا يبقى في ثلاثه سبيسز عند معايا واحد اثنين ثلاثه السبيس ده سب ميكوزا السبيس ده اسمه ريترو فارنجيا
والسبيس ده اسمه بريفرتبرال. خلي بالك ورا الفارنكس في ثلاثة سبيسز سب بيجودا ريترو فارنجيال بريفرتبرال. وعايز اسال العظيم واقول لك الريترو فارنجيال والبريفرتبرال قول لي فرق ما بينهم. الله يفتح عليك. الفرق الاول ان البريفرتبرال فاشيا سبيس هو الموست بوستيريور قبل المرتبرة على طول، لكن الريترو فارنجيال قدامه. طب قول لي فرق تاني. البريفرتبرال سبيس وان سبيس، بلاحظ على السبوره البريفرتبرال سبيس وان سبيس، لكن الريترو فارنجيال سبيس واحد يمين واحد شمال. عشان كده لو حصل لك ريترو فارنجيال اكسس هتلاقيه يونيلاتر، لكن لو حصل لك بريفرتبرال اكسس تلاقيه بايلاتر. كل الكلام ده ينفعني في الامراض. انا قلت في اول الحصه ما فيش حد هيفهم امراض الفارنكس كويس غير لما يدرس. اخر معلومه عن النيرف سبلاي رضي الله عنه، اكتب جنبه مهم جدا عشان الام اس كيو رضي الله عنه. سؤال مهم جدا، السنسور سبلاي اسمع ده يا برنس، النيزوفارنكس ترايجيبل، الاوروفارنكس جلوسوفارنجيان، الهايبوفارنكس بيجاس، ده كسنسور. النيزوفارنكس ترايجيبل، الاوروفارنكس جلوسوفارنجيان، الهايبوفارنكس بيجاس. طب كموتور، موتور يقول لي كل عضلات الفارنكس، بعد يقول لك عضلات الفارنكس هو فاكر عضلات مش الفارنس ده بتبلع بيها الميه، عايز عضلات برستك. عضلات الفارنس كلها تاخد من الاكسسور نيرف ده رقم 11 ثرو الفيجاس، ما عدا عضلتين، واحده اسمها تنسور بلاتاي اللي كانت في فيلم وقت اسلامي، عارف تنسور بلاتاي وايبا يا زول تنسور بلاطاي وسلامة أفلام يا مغص. انتوا عارفين انا اللي عامل عليكم عبد النصوح، والله ما احب الا الهيافة. يعني انا لو قلبت التلفزيون مصر ايه، جبت لي مثلا برنامج العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود، نشرة اخبار مولعة جايبين الاتجاهين المضادين عن مشكلة الفلسفة في العصر الحديث، ايه اقلب فيلم كركر هو ده فيلم حقيقي، بس ده انا ما قلت الحاجات دي والله العظيم ثلاثة الا كركر. فيلم بين السماء والارض لما كانوا محصل عفريتة اسماعيل ياسين، اي حاجة من الهيكلة دي تلاقيني لزقت فيه. انا ناقص اختلاف مكلكعة خلقة، ايه قلت مكلكعة وانا كل عضلات الفم تاخد من الاكسسوري ثرو الفيجاس سيب تنسر بلاطاي تاخد ترايجيمنا وستايلو فارنجاس تاخد جلوسو فارنجاس. انا عايز احلل الموضوع ده، يعني ايه كل عضلات الفارنجاس تاخد اكسسوري ثرو الفيجاس؟ بدي اعرف معنى المعلومه دي، قول لي عروس يعني ايه المعلومه دي؟ ال الاكسسوري ثرو الفيجاس هو كان غايب بعد جواب للفيجاس يوم مره، كان ايه كله؟ قول لي هذا انت اسبعها تقريبا، يعني الاكسسوري بيبقى صح صح. بصوا الوقت اسبعي قال ايه؟ قال لك 9 و10 و11 نازلين من فرم من الكوليسترول بيز اسمها الجبن. الاكسسوري اللي هو 11 نازل مع الفيجاس يقوم داخل جوه الشيس اوف فيجاس ومتوزع تبع برانشات اسمه كرانيال روتو فاكسسوري نيرف. يعني بالبلدي كده عايز اسالها بقى سؤال ابن لعيبه ابن لعيبه، لو جاب لك وقال لك نيرف سبلاي اوف ماسلز وجاب لك اربع اختيارات اختار من الفيجاس، الفيجاس يا برنس متوزع تبع الفيجاس، يعني هو برانشات الفيجاس اللي بتدي الفارنس. الناس تقول لك اكسسوري ب 11، لا ده الاكسسوري دخل جوه الفيجاس وتوزع تبع الفيجاس، يبقى النيرف سبلاي اوف ماسلز اوف فارنس فيجاس. مفهوم؟ ما عدا عضلتين
صغيرين جدا بعد ساعه تنصر طلقاي ودي تاخد تراجمنال وستايلو فارنجس تاخد من الجلوسوفارينج حتى نفس الادينويد. بص يا دكتور المفروض بعد كده بيني وبينك يا برنس هشرح الاناتومي الاوفلارنج بس انا مش هشرحه ليه. الفارنجس والاوسوفيكس ياخدوا مني ثلاث اربع حصص بعدهم يجي اللارنج. واحد يقول لي لو شرحت الاناتومي دلوقتي الاوفلارنج اجي ابتدي الامراض بعد اسبوعين ثلاثه هتكون نزلت الاناتومي. هضطر اقول له تاني خلاص مره مره. طيب بعد الاناتومي الاوفلارنج في ايه؟ تيومرز. التيومرز يلا هياخدوا حصه كامله من بابها بس عارف التيومرز هياخدوا حصه جايه اساسها من بابها لان فيهم تفاصيل كتيره جدا يعني هتبقى حصه ساعتين ساعتين الا ربع. لا ما ينفعش اقول النهارده لان النهارده كل اللي فاضل معايا نص ساعه ولا حاجه عشان لو عندكم درس تاني. فانا بعد النهارده هبتدي النهارده الادينويد اللي هي صفحه الثانيه 10 نخلص الادينويد النهارده الحصه الجايه بقى عنوانها التيومرز اللي انا سايبها عشان بس هي محتاجه حصه طويله فيها تفاصيل كتير. الادينويد الادينويد يا برنس انلارجمنت في النيزو فارنجيال تونسيل كوزنج مانيفستيشن. بروفيسور هناك عليها بروفيسور مش احنا خدنا من شويه ان النيزو فارنجيال في لينفويد اجريجيتس اسمها نيزو فارنجيال تونسيل. خدنا من شويه ان النيزو فارنجيال ورا النوز في لينفويد اجريجيتس سميناه نيزو فارنجيال تونسيل موجوده تحت الميكوز. النيزو فارنجيال تونسيل دي اللي عباره عن الفويد تيشو لو كبرت لدرجه انها اد مانيفستيشن بيسموها ادينويد. فبص كده يا دكتور من فضلك انصح للفظ ده محدش يستخدم كلمه ادينويد لوصف اناتومي. يعني ما حدش يجي يقول لي ده انا عملت اشعه لاخويا الصغير طلع عنده سمول ادينويد. انت بتقول ايه يا برنس؟ كلمه ادينويد في حد ذاتها يعني هايبرتروفي بالنسبه لفرنجة الراس. عايز تستخدم حاجه تدل على انه صغير قول انا عنده سمول نيزو فارنجيال تونسل. ده اللفظ الاناتومي. لكن لو كبرت وعملت مانيفستيشن ساعتها يسموها ادينويد. فما حدش يقول لي انا عندي سمول ادينويد. يعني ايه الكلام؟ اما كلمه ادينويد بحد ذاتها يعني هايبر في النيزو فارنجيال تونسل كودنج مانيفستيشن. نسبتها في البلاد النظيفه اللي زي حالاتنا كده اللي هي معقمه 80% من اطفال مصر عندهم ادينويد. بلادنا بلاد نظيفه اكلنا جميل نظيف مغذي جدا هوانا جميل شمسنا عسل ما عندناش زحمه خالص. ستاتنا رفيعه ما بناكلش اكل جوازها واولادها. عارف ستات مصر انا تلاوه يا لسه انسه كده تاكل من هنا ابص يا تتجوز من هنا تعرف خلاص دبست الراجل تبتدي تاكل فيحصل لها اكسبانشن ان اول دايركشن. تلاقي فراغ البيت يلا فاضل منه يا دوبك حوالينا كده في ايه فالعيال يتفعصوا ادي الاوفر كراود. وطبعا لو جبت انت حاجه ديليفري بص انت هتدفع فلوس للراجل تيجي تستلم البيتزا تلاقيها عملت نيجاتيف بريشر من الاكل تاكلها بالكرتونه من فوق مالتي نيوتريشن واوفر كراود. حتى مالتي نيوتريشن بص يلا يستجم طيار هواء يخش من الشباك كله هيخش في نغششك وانت تبقى قاعد مخنوق شيشين. وادي سبب الستات مش مصدقانه وادي البضاعه. قال يا عم الكلام 70 80% من الاطفال في مصر عندهم ادينويد. طب ليه؟ ايه اللي يكبرها؟ نروح لخانه الايتيولوجي. الايتيولوجي اوف ادينويد هايبرتروفي يا جماعه يا اما بتكبر باثولوجيكال يا اما بتكبر فيسيولوجيكال. يعني ايه تكبر باثولوجيكال؟ من الريكارنت ادينويدايتس ورايمايتس وساينوسايت.
كلنا شفنا العيال الصغيرة. في عيل صغير شهريا ما بيعيش مرة بدور برد. بدور برد ده يرمي للليمفرود الورد. الليمفرود كيش. نتيجة الرايونيتس والساينوسايتس يحصل له انلاجمنت في النيزوفارينجال تونس اللي هي سميناها الدماغ. الانفكشن الريكرنت انفكشن او ما يؤدي الى الانفكشن برضه يكبر الادينويد زي ايه؟ ما هو ايه اللي بيعمل انفكشن؟ اوفر كراودنس مال نيوتريشن اميون ديفيشنسي. فالحاجات دي برضه بتعمل انفكشن والانفكشن تكبر لك الادينويد. يبقى يعني ايه باثولوجيكال هايبرتون؟ الانفكشن او ما يؤدي الى الانفكشن يكبر الادينويد. امال يعني ايه فيسيولوجيكال هايبرتون؟ هديك اكزامبل لحاجه طفل اتولد يلك بكليفت بلد. بص كده على الرسمه دي. طفل اتولد بكليفت بلد شايفين البلد مشقوق. يجي ياكل الاكل جزء ينزل وجزء يرد من مناخيره. فربنا سبحانه وتعالى مكبر الادينويد من فوق عشان تسد الديفكت عشان الاكل ما يردش من مناخيره. فهنا كبرت فيسيولوجيكال لاداء وظيفه الكونستراكشن. وهنا لو خدت منها عينه ما كانش فيها صديد ولا انفكشن ولا حاجه. هي كبرت فيسيولوجيا. فده اكزامبل. طبعا الادينويد دي او عموما اللوكال لينفويد تيشو اللي انا قلت لك من شويه انت بتحتاجها وانت عيل صغير. لكن غالبا على سن 6 7 8 سنين البلاد هو المين اميونيتي وبالتالي دور اللوكال لينفويد تيشو يقل فتلاقي التونسل والادينويد تكشت لوحدها على سن 6 7 8 سنين. يعني انا هسال واحد فيكم سؤال. انت بتقول من شويه محمد يا سعد ان 80% من الاطفال عندهم ادينويد كبيره وتونسل كبير. فالادينويد انت عامل تونسل. كم واحد في الاوضه عمل تونسلكتومي قبل كده؟ هنعدهم نقول 5 6. ما ازاي 80% كان عنده ادينويد بالظبط؟ محتاج يعمل عمليه فلما كبر كشت وبقت مناخيره فتحت تاني وبقت 10 10. مش كلنا احنا عملنا ادينويدات من تونسلكت فاهمين الكلام؟ لانك لما بتكبر الاميونتي بتبقى في البلاط فدور اللوكال لينفويد تيشو بيقل فتلاقيه كش لوحده. سيمبتومز اوف ادينويد هايبرتروفي خمسه جروبس اوف مانيفستيشنز. ساعات يسموها يا جماعه كلينيكال بيكشر اند كومبليكيشن. بالمناسبه عايزين العظيم يقول لي ايه الفرق ما بين كلمة كلينيكال بيكشر وكومبليكيشن؟ بص بيقول لي ايه كلينيكال بيكشر في المرض يعني معناها لازم تحصل لكل شخص يمرض بالمرض ده. والكومبليكاسيون ما بتحصلش الا لبعض الناس وبعض الناس لا فبيعتبروها كومبليكيشن. انا بعتبر الديفينيشن ده ديفينيشن ريكتوم ريكتولوجي او النوع الريكتامي في الاجابه. انا عايز اسال لا الديفينيشن اللي انا يعني بحبه اكتر بيقول لك ايه؟ لما تتكلمي على مرض في اورجن المرض ده عامل مانيفستيشن في الاورجن دي المانيفستيشن او كلينيكال. لكن لو عمل مانيفستيشن في اورجن بره يبقى دي كومبليكيشن. يعني مثلا ادينويد هنا في النيزوفالس عامله نيزل مانيفستيشن فدي كلينيكال بيكشر. لكن سدد الاوستيكال تيوب وعامل مشاكل في الايد هنا بقت كومبليكيشن فده خارج النوم. انا بحب يعني بحب الكلمه دي. لكن عموما في سؤال للي بيكتب اسم. انا مادتي ما فيهاش اسم. لو سالك كلينيكال بيكشر بس بص يا دكتور لو سالك كلينيكال بيكشر او كومبليكيشن جاوب كلينيكال بيكشر اند كومبليكيشن. مفيش حاجه اسمها يسالني كلينيكال بيكشر لوحدها او كومبليكيشن لوحدها. هجاوب الاثنين ايا كان صيغه السؤال. اسمع يا ده افهم يعني ال10 الاول دول بيجابوا ازاي وازاي بتبقى انت وهو مذاكر من نفس السورس وانت بتجيب 10 من 100 وهو يجيب 95000 من 100. هو بيعرف يزوق اجابته. فبص لو واحد يقول لي العشر الاوائل دول بيطلعوا العشر الاوائل بكرايتيريا معينه لو عملت زيها هتطلع من الاوائل برضه. اولا عدد ساعات مذاكرته. حضرتك بتذاكر نص ساعه في الاسبوع هو بيذاكر نص ساعه في الدقيقه.
انا ما افتكرش من اولى للسادسه، ما افتكرش يعني من اولى للسادسه في يوم عدى من القصه بعد 8 ساعات مذاكره، ما افتكرش من سنه اولى لسنه سادسه. ادي اول صفه، لو عملت كده تطلع من الاوائل. ادي اول صفه فارقه. ثاني صفه فارقه فهم السطور جيدا. انت بتقرا بص كده ادي رول ده هيتبدل في السمك فيزيولوجيكال وباثولوجي. يعني ايه فيزيولوجي؟ تقول له اه يا زي كلفت بالك تكبر. يعني ايه الفرق اذا ما بين الادينويد بتاعت الفيزيولوجيكال والادينويد بتاعت الباثولوجي؟ يعني دي بتطلع برابير ودي ما بتطلعش برابير. دي عامله انسداد اكتر ودي عامله ايه؟ شوف ايه؟ عمال يسلسل الكلام. لكن انت قريت ايه؟ باثولوجيكال وفيزيولوجيكال. عدي يلا وريني اللي بعده. الاوائل لازم يفهم الكلام جاي. الصفه الثالثه يا دكتور ساعات السؤال انت وهو مذاكرين نفس الصف بس هو يعلم ايه الجوانب اللي لازم يغطيها في السؤال وانت ما تعرفش. فيجي جايب لك انت كلينيكال بيكشر وانت كاتبه كلينيكال بيكشر. وهو الواد ده في الكوميونيكيشن كمان. فتلاقي جابتينكم الاثنين واقعه في ايد منتحر. يشوف ورقتك يشوف ورقته هتلاقي فاتح التصحيح رهيب. دايما الممتحن بيعملها نسبيه. يعني احسن ورقه هي اللي بتاخد الدرجه الكويسه وما يقل عن هذه الورقه يديها اقل. مش يقول لك انا بقى صحح لهم من كتاب الاسم. كتب اللي في كتاب الاسم يبقى ياخد. لا يا حبيبي. الممتحن ما يعرفش يعني ايه كتاب الاسم اصلا. وانت فاكره داخل مذاكر لك كتاب الاسم عشان يصحح لك منه؟ لا مفيش كلام. اخر صفه من صفات العيال اللي تطلع من الاوائل. وانا كنت فين بقى الصفه دي تنوب عنها عدد الساعات لان انا سريع المذاكره جدا. انا ممكن في ساعه لو سبتني كتاب في ساعه اذاكر لك منه 50 صفحه فما كنتش بذاكر كتير. لكن كنت بستعيد ان انا لازم اقرا سورسات كبيره. انا مثلا انف الاذن لما كنت طالب قريت في ساينوبسيس واسنشال اي ان تي. طب والرمى؟ قريت مرجع الى جانب كتاب الاسم. طب والبطن؟ قريت مرجعين سيسل وكوما. طب في الجراحه؟ قريت مش عارف ايه حاجه اسمها مش عارف فاكر ايه بيلي كده. هو كل عارف. فانا الطالب يخش يقول في السؤال 10 جمل انا اقول 15 جمل. عندي معلومات زياده. فانت عملت الاربع صفات دول وانت نفسك طلعت السنه دي من الاوائل. بس اعمل ودي الثوره الحقيقيه يا دكتور. انا ما بعتل ما بيضحكش عليا يا دكتور. مش زي حالاتكم انتوا لسه صغيرين كل واحد فيكم يطلب من غيره التغيير لك ما يطلبش من نفسه. كان بقى سيب الحكم او ساب. في ثوره حصلت حقيقيه؟ لا الثوره جواك. طلع المارد اللي جواك قوم نام. المارد المارد بتاع اصل واخد منه قليل تعبان فدخل ينام. نخش كلينيكال بيكشر اللي انا هقسمها خمسه جروبس. اول جروب من الكلينيكال بيكشر نيزل مانيفستيشن. خلي بالك لو هتقسم المانيفستيشن لكلينيكال بيكشر وكومبليكيشن تبقى النيزل مانيفستيشن هي كلينيكال بيكشر. واي حاجه من اللي هقولها بعدين تبقى كومبليكيشن. نيزل مانيفستيشن اير مانيفستيشن سيبتك فوكس مانيفستيشن جنرال مانيفستيشن واخيرا بتغير شكل وشك وشكل صدرك فيس اند شيست تشينجز. خمسه جروبس اوف مانيفستيشن. تعالوا ناخد المانيفستيشن في النوز. ولو حبيت تقولي ايه الادينويد بتعمل ايه في النوز عايز كلمه واحده. لا قولوا بزقباط. الادينويد تقدر تعمل لك اي نزل مانيفستيشن ايا كان اسمها ايه. نزل ديشارج برابير يعني. نزل اوبستراكشن سنورنج هيديك وفيشيال بين راي رمي قلوبنا خنفان خنفان بتعمل خنفان لانها ست المنخير. تعمل حاجه اسمها نزل تون اوف فويس difficult suckling. لو عيل صغير جات له ادينويد ما يعرفش يقفل بقه على البيبرونه لان مناخيره مقفوله. اذا
ببساطة لو حبيت تحفظ نفسك بجملة سهلة، الأدينويد تقدر تعمل لي أي نيزل مانيفستيشن، نزل اوبستراكشن، سنورينج، ديفيكالت ساكلينج، نزل ديشارج، نزل تون اوف فويس، خنفان او ساعات يسموه راين ولاليا كلوزر، ابيستاكسيس. اه تقول لي ليه ابيستاكسيس؟ ده دي ادينويد. الادينويد سببها انفكشن، والانفكشن كونجيشن، والكونجيشن ابيستاكسيس. تلاقي الام تيجي تقول لك ايه ده الواد كل يوم وهو قايم من النوم ابص الاقي بقع الدم على المخده، لان الادينويد مليان انفكشن وكونجيشن. يبقى لو حبينا نحط عنوان للنيزل مانيفستيشن تقول لي اول اوف ذا اباف. طب في الاير مومنت، ايه علاقه الادينويد بالاير؟ سكند فيو، يا تسد يا تبعت لها انفكشن. الادينويد يا تسد الاوستيكند فيو يا تبعت لها انفكشن. لو بعتت لها انفكشن يحصل ريكرنت اكيوت اوتيتس ميديا وكرونيك سابيراتيف اوتيتس ميديا. بعتت انفكشن اكيوت سابيراتيف وكرونيك سابيراتيف. ولو سددها، بصوا كده يا جماعه، لو الادينويد سدد الاوستيكيان تيوب بتاعت الميدل اير، بصوا كده هيحصل في الميدل اير نيجاتيف بريشر، صح؟ ما هي السورس اوف اير للميدل اير هي الاوستيكيان تيوب. فالنيجاتيف بريشر يلاقي ايه بقى ماشي في الجدران؟ بلاد فيسلز. فالنيجاتيف بريشر عامل زي الشفاط يا رب، منشفط من البلاد فيسل ميه، وعامل للطفل ميه خلف غشاء الطبله، مرض بيسموه انفيوجن، وتلاقي سمعه وحش من ضغط بين الوسط. عشان كده لو جمعت لك علاقه الادينويد بالاير تلاقي علاقتين، يا تبعت انفكشن يا تسد الاوستيكن فتعمل انفيوجن فتعمل هيلينج لوس. وتعالوا نشوف ليه نسبه البهايم في مصر عاليه. في الاطفال يلا تخش على مدرسه الطفل، طبعا هو في مشكلتين، مشكلة ان اللي مسؤول عن مدارس الاطفال يوجوالي فيميلز، ودي اول مشكلة كبيرة، لازم الفيميلز دول يبعدوهم عن مدارس الاطفال. يجيبهم لنا. بص يا دكتور، مدارس الاطفال تبص تلاقي المدرسة يا ولدها داخلة، والعيال بقى ايه؟ كلهم عندهم ادينويد 80%. وبالتالي كلهم عندهم اوستراكشن في الاوستيكيان تيوب، وبالتالي كلهم عندهم مية ورا الطبلة، وبالتالي كلهم مش سامعينها. يلا قولوا يا اولاد، المانجا تعتبر من اللافقاريات. ايوه. ايه المانجا من اللافقاريات؟ معروفه. المانجا دي من الحشرات، معروفه. هي ليه بتلف وتدور؟ ما المعلومه جاهزه. يبقى العيال قول يا المانجا من الخص. مش سامعها؟ يا ده انت يا لا يا ده يا ضنطة يا لب الماء. لا مش سامع حاجة. تخيل قاعد في أوضة هادية، هو قاعد في حياته هادية، فتلاقيه بهيمة زي اللي خلفت. عشان كده لو ابنك أو بنتك، وده متوقع إن يجي له أدينويد، شيلها له، لا يطلع سمعه ضعيف فيطلع بهيمة في المدرسة، شيلها له. خاصة 60 شارع الخليفة المعنى الدور التاسع فيها واد دكتور أنف وأذن. ماشي. يبقى مشكلة في النوز أول أوف ذا أباف، مشكلته في الإير يا إنفكشن يا أوبستراكشن وإفيوجن. القصة التالتة قصة سبتك فوكس. ما تنساش يلا بص لي على الرسمة دي، الأدينويد مكانها في النيزوفارينكس هنا زي الدايرة، في أعلى حتة عماله تطلق على الاير واي والجي اي تي صديد ومن بقه والساينسز والستك، شغاله سبتك فوكر. وياما ياما الادينويد اتسببت في فوازير للدكاتره المختلفين. بص يا تروح لدكاتره الاطفال يجي له طفل كل اسبوع يجي له جاسترونترايتس، يقول له انت بتعمل ايه؟ لا يا حبيبي ده هو الواد بيبلع البلغم، فعامل له جي اي تي، شال له الادينويد واخلص. او طفل تاني كل شويه وبلغم في صدره، تقول له يا الواد عنده برونكيال ازمه. ازمه ايه؟ شيل له الادينويد، حنفيه الصديد هتتقفل، صدره هيرتاح.
الجروب اوف مانيفستيشن الرابعه جنرال في الجسم كله. تخيل الادينويد اللي كنت تسمع عنها دينا مشاكل في الجسم كله نشأت منين المشاكل دي؟ امشي مع الباثوجينيز. الطفل اللي عنده ادينويد مناخيره مسدود وهو نايم مناخيره مسدود نفسه مش كويس هايبوكس، ادي واحد. والهايبوكسيا ستريس، هو في اكتر من الهايبوكسيا ستريس. انا لو جيت خنقتك مش بيطلع ادرينالين يهبل؟ ليه؟ عشان ده ستريس، الهايبوكسيا ستريس. والطفل ده بقى عايز بينام 10 12 ساعه في اليوم مناخيره مسدوده، هايبوكسيا، والهايبوكسيا ستريس بيطلع ادرينالين. فكل المانيفستيشن الجنرال نشأت من الحاجتين دول، ان الطفل اللي عنده ادينويد عنده هايبوكسيا وهي ادرينالين ليفل. حدث بقى ولا حرك بسبب الهايبوكسيا، برين هايبوكسيا وهارت هايبوكسيا. برين هايبوكس منتال دالنس ديتيريوريشن في السكول بيرفورمانس، نوكتورنال انيوريسيس، نايت ميرز بالليل بيفضل طول الليل اه صفرا سي مرات ايه في ايه في المنام مش قادر احكي ايه لا لا كده شفت في مين في المنام يا ساتر ليه يا ابني انت ما صليتش العشاء قبل ما تنام؟ انا هو كده نايت مير ونوكتورنا الانيوريس يعمل حاجه ايه؟ ما الاسفنكتر محتاج اوكسجين والكنترول بتاع الاسفنكتر محتاج اوكسجين. ومنتال دارنس يقعد في المدرسه بصه بصه الطفل اللي عنده ادينويد بصه كاركترستيك بصه نايم على نفسه بالنهار ما هو طول الليل ما نامش وهايبوكسيا البرين محتاج اوكسجين. ومنتال دالنس وديتريشن في سكول بيرفورمانس ونايم على نفسه بيسموها دي تايم هايبر سومنان. كل ده بسبب الهايبوكسيا. طب اديله هاي ادرينالين كمان هايبر تنشن. عايز اديله هايبر تنشن اه والريزنس ممكن يخش لك في هارت فيلير والبالمونري هايبر تنشن يا خبر اسود بسبب الادرينالين. شوف يالك يبقى انت مثلا بيكتب ورايا يكتب على الجنرال دول هايبوكسيا وهاي ادرينالين ليفل عشان يقدر يستنتج كل الكلام. وادي الكلام يا برنس نروح لاخر. بص بقى قبل ما نسيب الحته دي، يعني الطفل اللي عنده ادرينالين عنده لو اكسجين فعنده منتال دالنس وديتريوريشن في المنتاليتي. ولما يجي يقول لك الطفل المصري اسفه طفلة العالم تصدقهم؟ تصدقهم؟ 80% من اطفال مصر عندهم الوحيد اللي فلت من الادينويد هو احمد زوري. عايز تشوف الادينويد بص لي. كائن حي قرب الحيوانات من حيث التكوين. تخش مدرسه الاطفال. امي يلا قول صباح الخير يا ميس. ميس الخير يا ميس. عيب الكلام ويقول لك ايه؟ هدرس لكم النهارده حاجه صعبه. جدول الضرب واحد في واحد بواحد. يلا قول لي يلا سامع واحد في واحد اتخانقوا دول ولا ايه؟ ده معيز. العيال معيز ناقصين ينهقوا في الفصل. قال لك الطفل المصري اسمه طفل بقى يا اخويا نايم. انا بقى من الحريه والعداله اوزع بقى ادينويد كيوريت كحه الادينويد تحت المناسب. انت عملت لنا معروف وعسل. انت بص كده لما ابنك هيتولد او بنتك ورث الاي كيو بتاعك يا خبر اسود يعني زحلفه وكمان تسيب له ادينويد بهايبوكسيا ده هينقك بعد كده. شيل له الادينويد ارجوك. هو ورث الاي كيو بتاعك اللي هو نص نص اي كيو اللي هو الافرج من 80 ل 120 انت هو لا مورثه نص. وكمان عنده ادينويد بهايبوكسيا ده هينقك والله. زي انا كنت مره في حد هنا من السعوديه؟ لا من السعودي اصلا. انت سعودي؟ اه بيبقى اقول براحتي بقى. مره انا كنت شغال في مستشفى سليمان فقيه. ماما زي حالتنا بقى. فسليمان فقيه ده بجد. فبعتوا لي قالوا لي في المدرسه اللي جنبكم محتاجين بس كشف عشان في عيل هناك تعبان. طب اسم المدرسه ايه؟ مدرسه العباقره الابتدائيه. اول مره ورحت قلت ايه ما اخش مدرسه العباقره. انا قلت هخش الاقي بقى ايه الكره الارضيه. لا واحد عمل كده
ولدك والله العظيم مين فيكم اتربى في مدارس بس المدرسه قال من الشداد؟ مين فيكم كان في جده يعرف حي الحمراء والحته دي عند القصور؟ طبعا المدرسه هم عاملين مدرسه لكل طفل بص يلا دخلت لقيتك الطلبه لابسين جلابيب. انا حياتي في البدايه كده لابسين جلابيب. الوقت فيهم عباره عن بالون وقاعد على الكرسي كلها ما بيقعدش ما عندوش مفاصل بيسندوا بيت ومسندين على الكرسي والوقت بيرشوا على الملايكه اصحاب المسرح السقف بيتحرك سبونسر كرش عمال حساب كروش الآن. المهم فين يا جماعه العباقره؟ هو الواد اللي هناك ده هو عيان عيان لقيته واقف الشمال قاكش وبيعض الكوز فينو. عارف لما تروح سوبر ماركت تلاقي الكوز فينو قد كده ده اللي بيعملوه عشان الاحتفالات الواد قفش كده. هي دي مدرسه العباقره زي عندنا برضه هنا. اه والله تلاقي العيال في المدارس اللي هي الشعبيه اللي انا منها انا من شبرا اصلا تلاقي العيال في المدارس الشعبيه ومدارسكم يعني انت ما انتش شايفين. انا اقول لك لا نصيحه تعب بقول لكم بتوع الطبر يا ولاد الذين كنتوا بتقعدوا فيهم ولا العيال؟ لا في عيال بقى رايقه انا ام اي تي مطلعينه بقى بتوع الام اي تي بتاع زبدو نفس الزبدو هتلاقي كل واحد مدرسته فيها عيب نفس الزبدو اموت بعشره كحل الموقع تعالى نشوف اخر جروب نبقى نعيد تاني نعيد تاني نمره واحد نزل مانيفستيشن اول اوف ذا باز ايه؟ الواد مين؟ اسمع مثلك كتير بص يا دكتور نزل مانيفستيشن اول اوف ذا باز اير مانيفستيشن ايه علاقه الاير بالادينويد قصتين قصة تبعت لها انفكشن يا سيبتكن تيوب. القصة الثالثة سيبتك فوكس حنفية صديد فوق عمالة توزع على الجي ار تيوب اير واي صديد. أربعة جنرال مانيفستيشن على الجسم كله ده نشأوا من حاجتين الهايبوكسيا والهاي ادرينالين ليفل. فالنوع الخامسة بتغير شكل وشك وتغير شكل صدرك. تعال نقول ازاي بتغير شكل صدرك. عينك عليا يا بنتي. هو احنا صدرنا المعتاد مطبق الهوريزونتال دايمنتال اكبر من انتروبوستير. طيب الطفل اللي عنده ادينويد يجي يشفط هواء يلاقي اوبستراكشن مردود فيضطر يعمل نيجاتيف بريشر يضطر يعمل نيجاتيف بريشر في صدره عنيف عشان يتغلب على الاوبستراكشن واشفط هواء اجينست اوبستراكشن. طب ازاي يعمل نيجاتيف بريشر في صدره؟ انه يوسعه على الاخر. هتبص كده الطفل اللي بتاع عنده ادينويد عشان يشفط هواء بص يعمل ازاي؟ بعد شويه تلاقي صدره برميل برش وعشان برش شيب فيجوال لايت زي صدر الحمامه اللي فيه كوينس الحمامه تلاقي صدرها مدور برش شيب وفيجوال لايت. بص يا دكتور تالت حاجه في صدر الطفل اللي عنده ادينويد بص كده لو ده الاسترنم هتلاقي الريب اللي ماسكه في الاسترنم جزء كارتج وجزء بوني والجنكشن ده يسموه بوست كوندرا جنكشن. ونتيجه النيجاتيف بريشر العنيف اللي جوه الرئه البوست كوندرا جنكشن عشان طري يتشد جوه والريب دي فيها نوتش لجوه والريب دي فيها نوتش لجوه طول الشيست يمين وشمال تلاقي سلكس داخل لجوه يسموه هاريسون سلكس. نعم طبعا كل ما صبرت على الادينويد فتره كبيره تبقى المشكله الريفرس. واخر اخر مشكله ايه؟ اخر مشكله بتغير شكل وش الولد. ازاي يا ابني؟ بص كده يا دكتور مين فيكم يقول لي عشان يطلع وشك مسمسم
مسمسم يعني ايه؟ كل حاجة صغيرة كده. لازما من ايه؟ تسمعوا حاجة اسمها contact to contact inhibition. لو في حاجتين لمسوا بعض لا ده يكبر قوي ولا ده يكبر قوي. زي الخلايا. لو خلية لمست خلية لا دي تكبر قوي ولا دي تكبر قوي. طيب. لو انا بتنفس من مناخيري هقفل بقي فالشفة اللي فوق تلمس اللي تحت والبلط يلمس الطنج والسنان اللي فوق تلمس السنان اللي تحت فيكبروا كل واحد سواء يبقى صغير محندق فيبقى مسمسم ما انا كاكزامبل. طب يجرى ايه لو مناخيرك اتقفلت بادينويد 3 4 سنين؟ هتفتح بقك كل حاجه فوق باتت عن كل حاجه تحت فكله يكبر. اوه تعال نشوف الادينويد فيشز بقى نشات ازاي. حاجتين في المناخير خمس حاجات في البق ثلاث حاجات في الوش من بره. حاجتين في المناخير خمس حاجات في البق ثلاث حاجات في الوش من بره. حاجتين في المناخير بص يا لك بينشد اوت نوز بينشد اوت نوز كأن مناخيره حد عصيرها له. انا حلاقي صغارش يا ابني مصلى الله يحرقك. بص pinched out nose was lit like nasal opening. لو انت بصيت لشخص طبيعي تلاقي فتحه مناخيره مثلثه يلا، انما الطفل اللي عنده ادينويد فتحه مناخيره سليت لايك اهي مش مصدقنا اهي. بص فتحه مناخيري كده مثلثه. بص بقى سليت لايك. حاجتين في المناخير خمس حاجات في البق. اسمع واضح. الشفه اللي فوق طب تكش تكش لفوق تبعد عن اللي تحت فتكش لفوق. بص كده البنت مش عارفه عرفتوا بقى ليه الرياض مشى البنطلون شفته اللي فوق اسرق كان عنده ادينويد. ماشي. الشفه اللي فوق اتروفايد. بصوا الشفه اللي تحت تكبر وتدلدل اللي تحت ده اسماعيل ياسين. اللي فوق اتروفايد واللي تحت هيبقى اتروفايد. طيب والسنان يا دكتور؟ تعود يا تفصل عن بعض يا سيباريتد يا اوفر كراودد. ما هو تلاقي كتير قوي من المصريين سنانه راكبه فوق بعض او سنانها واسعه عن بعض. بص كده يقول لك ده رزقها واسع. يا اخي جاتك نيله. يا اخي جاتك نيله. رزق ايه اللي واسع؟ ده لابسه شراب مقطع واللافندي شرابه مقطع والكرم فيه قد ايه رزق واسع؟ ما لو كان ضيق كان حصل. اهو كده. واسنانه تلاقيها مسوسه ليه بقى؟ ما يفتح بقه يلا بقه يبقى دراي الهواء يجفف واسنانه مسوسه. طب والطنج يكبر ويدلل. والبلد هوب يكبر لفوق هيقشط. خمس حاجات في البق. الشفه اللي فوق هايبرتروفايد، الشفه اللي تحت هايبرتروفايد، الطنج كبير ومدلدل هايبرتروفايد، البلط هاي ارشف، السنان اوفر كراودد او سيفاليك. شفه فوق ادي واحد، شفه تحت ادي اثنين، بلط ادي ثلاثه، طنج اربعه، سنان خمسه. طب والوش من بره؟ عينك عليا يلا. المندبل بعد عن المجزله صح؟ المجزله تكبر. والمندبل يبقى ريتراكتد بجوه. والوش اخر حاجه في الوش لما منزله بتروبد والمنبر ترابتك والوش يقول لك ايديوت اكسبريشن ليس فيس. وادي يا عم يقول لك الوسامه في مصر. اولا يعني ابنك لما يكبر هادينوي هادينوي. طب انت ازاي وانت مورثه جين الوسامه؟ تخيل انت كده انت هتخلف عيل طبعا وارث منك جين الوسامه ومش ناقص اكتر من كده وكمان سايب له ادينون تخلي منظره كده ده هيبقى حيوان. ها بنخلص من ادينون ده ادي الوش وبيسموه في النهايه ادينويد فيشز. حاجتين في المناخير خمس حاجات في البق ثلاث حاجات في الوش من بره. اخر نقطتين انفستيجيشن اوف ادينويد. اول حاجه هعمل اكس ري لاترال فيو نيزوفارينكس. ليه؟ عشان اشوف حجم الادينويد. بيني وبينك الادينويد في النيزوفارينكس صعب اشوفها بعينيا بس كده لما تبص على خفه صعب اشوف النيزوفارينكس.
طيب انت قولي بنقيس حجم الادينويد بالاكس راي لافرا فيو النيزوفات وممكن اعمل اوديولوجيكال ايفالويشن ليه؟ ما تنساش ان لها مشاكلها كتير كتير الى جانب في انفستيجيشن ثالثه كالشر سنتيتي ما بنحتاجهاش منهم ايه؟ الاكس راي بحتاجه انا لو في عيال جاي لي ادينويد اعمل له اكس راي واعمل له اوديولوجيكال ايفالويشن ده براكتيكال انما كالشر سنتيتي للبرامتر او روتين بري اوبراتيف لو انا قررت اعمل له عمليه ادكتوم هنا اعمل له انفستيجيشن بري اوبراتيف العمليه تعمل للطفل ادينويدكتومي ولا لا برنس اعتمادا على حاجتين السن والسيفيريتي لو سيفير اعمل العمليه لو مايت ما تعملش العمليه لو سنه اقل من سنه اصبر شويه انسر ولو اكتر من سنه اعمل له العمليه. طب تعالى مع الاحتمالات طب لو سيفير في سن اقل من سنه اعملها السيفيريتي تغلب الايج يعني انا قلت لك ما بقدرش اشيل الادينويد قبل سنه لكن لو سيفير لو سيفير لو سيفير لو سيفير اعملها. طب اللي قررت له عمليه خلصنا اعمل له روتين ريوبراتيف انفستيجيشن واخش اعمل له الادينويد خلاص خلصت. طب واللي قررت كونسيرف مثلا سنه صغير او عنده مايل تو مودريت ادينويد او قال لك ان انا عندي امتحانات طب لما اخلص بعد شهرين مثلا هتمشي كده تقول له خلاص امشي مفيش علاج؟ لا طبعا بديله نزل ووش بديله نزل ديكونجستنت دروبس ممكن اديله ريبيتد كورسز اوف انتي بايوتيك عشان اخفف الانفكشن واديله جود نيوتريشن كده وهوي وقول له امه ايه؟ تقول لي انت سيب البيت وامشي روح اعمل روح خلي اكل تهوي تبقى كراود يا راجل انت طلق مراتك عشان النون نيوتريشن بتاكل الاكل كله ده كانت جزء مش هتاكل الاكل فااكله كويس. لا خلي بالك بقى من الكلام بعيد عن الهزار الطفل هنا في مصر نحن مرضى في البري ديسبوزنج فاكتورز ولذلك كل الامراض منتشره. احنا عندنا كلنا مال نيوتريشن عندنا كلنا اوفر كراود كلنا عايشين في مناطق زحمه من ذات كده كلنا ما بنخرجش في المناطق التهويه. يعني انا اسالك بالله العظيم وانت رايح مثلا شرم او الغردقه او مريض وانت معدي في الصحراء كده والاتوبيس عمال يطص اهو في الشط ايه رايك في الهواء ده؟ الهواء الجميل مع الاكل الكويس ده يخليك تقاوم الانفكشن. فليه الانفكشن كتيره في مصر؟ البري ديسبوزنج فاكتور كتير. ليه الهيباتيتس منتشر في مصر؟ البري ديسبوزنج فاكتور والانستراليزيشن والمشاكل والقرف والحقن بتاع زمان اللي كان بينقلوها من عيان لعيان مش عايز الهيباتيتس ده. الايدز ليه؟ كامينج في مصر. كل البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعت الايدز موجوده في مصر كلها 15 سنه تلاقي الايدز ده زي الهيباتيتس. فانت عارف البري ديسبوزنج فاكتور بتاعت الطفل ده اكله خلي امه تخرج بيه في الجناين شويه ياخد اكسجين ما يختلطش بعيال بقى بتروح في حضانه ومش عارف ايه الكلام ده هجيب له ادينويد ده. ما الطفل بتاعك انت ليه هتروح تشتغل هترموه في حضانه هيجي له ادينويد والله العظيم لو اولادكم يجيلهم ادينون انا بحكي فوق بالله من دلوقتي وادي له نزل دي كونجستنت كده لغايه ما سنه يكبر شويه اعمل له العمليه تنطخ المنطقه. حد من الولاد اللي بيدخن سجاير يجيب لي سجاير يا اما مش هفرق حد بيتزا واحد جديده